تظاهر العشرات من أجراء وعقود محطة كهرباء الناصرية في ذي قار للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة. المتظاهرون طالبوا بتعيينهم على الملاك الدائم، مؤكدين أنهم في حال لم تستجب لهم الوزارة سوف يقومون بخطوات تصعيدية. احنا عقود واجور محطة كهرباء الناصرية امتثالا لقرارات اللجنة المركزية المتمثلة بالشيخ وائل الأسدي اللي اتخذها بأضراب الشامل وكلي على عقود الكهرباء، وسبب المطالب اللي خرجنا من عندها تثبيتنا على الملاك الدائم لأكثر العقود خدمتهم 14 سنة و12 سنة، وصرف رواتبنا المتأخرة لمدة 3 أشهر. مستمرين في أضرابنا، في أضرابنا في حين لم تتحقق مطالبنا المتمثلة في التثبيت على الملاك الدائم وإلغاء سلم الرواتب الجديدة المجحف وصرف مستحقاتنا للأشهر المتأخرة، وفي حين استمرت المماطلة والتسويف فيكون اليوم وغدا آخر يوم لتظاهراتنا، ومن بعدها سوف يكون لنا تصعيد وعصيان مدني متمثل في سد المحطة. نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف رواتبنا المتأخرة للأشهر السابقة وإلغاء سلم الرواتب المجحف وتطبيق قرار 315 والاستفادة من درجات الحذف والاستحداث وتكون حصرا للعقود.